بعض المغرورين يقول البدع فيها شيء حسن، هناك بدعة حسنة. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول هناك بدعة حسنة تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة، والبدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ليس عليه أمرنا، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو البدعة في العبادات، وهو ضلالة. وهؤلاء يقولون لا، هناك بدعة حسنة، هذا من المحادة لله ولرسوله.